اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها، ونسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته لنا رشدا، وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا بك ووفاء بعهدك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الراحة عند الموت والعفو والتيسير عند الحساب والفوز بالثواب والنجاة من العذاب يا كريم يا وهاب يا كريم يا وهاب يا كريم يا وهاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا حي يا قيوم يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من غلبة الدين، ونعوذ بك من قهر الرجال، ونعوذ بك من سوء الحال، ونعوذ بك من شر المآل في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إنا نعوذ
نعوذك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من المأثم والمغرم ونعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.